فادري معكم نزار لكم جيمر فيديو جديد اليوم ايبيزود جوج ديال شنو نشري. في هذه الحلقه نحاول نشوفوا لي ميور كاسكيت جيمين اللي ما غاليين شي بزاف وما رخيصين شي بزاف، يعني مويان دغام نقولوا بين 60 دولار هيدا حتى 120 دولار ماكسيموم. بالنسبه للاسئله اللي جاتني بالنسبه للحلقه الاولى هو علاش ما عملتش البخي. البخي كيتبدلوا اثمنه بزاف وما ما صالحش نعمل بخي في فيديو حيت يتبدل الثمن، عاد داك الفيديو كيعطي واحد الثمن اللي ما كاينش. دونك بما انه نحاول نقربكم فقط نعمل واحد ليست في فيديو ديسكريبسيون، نتوما شاك بيريفيريك اللي عجبكم تقدروا تعملوا في جوجل تلقاو البري ديالو كامل في فليزيور سيت، وما تنساوش تزيدوا لي تاكس والتي في والترونسبور عاد تقدر تعرفوا الثمن ديالو في المغرب شحال يكون. اوكي نحاول نشوفوا ليست ديال جيمين هيدسيت احسن واحد فيهم اللي دايرين هاد الساعه. نبداو بهذا الشيء بلي كاسك وما يكونوش مرتبين بزعما بالطوب، فهمت؟ يكون ديك شي باغازار مي اون جينيرال غيكونوا لي ميور نجمعو في واحد ليستا. اول واحد هو كينغستون هيبر اكس كلاود، كاينه كلاود واحد وكلاود جوج. كنت ديجا عملت واحد فيديو بالنسبه لكلاود 1، عملت تيست ديال الميكروفون مقارنه ديالو مع اخرين، واذا بغيتو تشوفو تقدروا تلقاو اللين ديالو هنا في الفيديو تكليكيو عليه. سينو بالنسبه لهذا الكاسك هذا فيه واحد بيلد ديالو يعني مصنوع مزيان وصحيح، يقدر يكالي شويه الدق. ديسبوني فيه بليزيوغ كولور، فيه كحال، فيه بياض، فيه تا فانيدي يعني بينك. عندنا عاوتاني كونفورتابل بالنسبه للهيد باند ديال اللي كتكون بحال التاحه ديال الراس. عندنا اير كابس هما مرتاحين. شنو هي الاير كابس؟ هما هذيك اللي كيكونوا دايرين بالودنين. دونك بونجا ديالو مصالحه مزيان وصالحين بليزيوغ اور ديال اللعب. انا ديجا مدوز له شي 6 شهور ولا 7 شهور وباقي عندي وما كنحسش انه فهمتي بان عليه الوقت، يعني نقدر نشبرو ويبان لك جديد. شنو عندنا يا اخور؟ عندنا الساوند ديالو واعر، يعني كاليتي سونور ديالو اللي كيخرجوا من بيفان ديالو من الدرايفرز ديالو واعرين بزاف. شنو الديفو الواحد اللي لاحظت انا بالنسبه للمايك ديالو؟ المايك ديالو ما يصلحش للريكورداج بحال دابا دي فيديو اكسيتيرا، يقدر يصلح لك جيمين بيان سور تهضر مع صحابك او لما تعمل فيديو بروفيسيونال ما يصلحش، وما فيهش سوراند ساوند. بالنسبه لكلاود واحد، كلاود جوج فيه سوراند ساوند، يعني اذا كنت باغي سوراند ساوند تقدر تمشي لكلاود جوج، مي احسن حاجه هي تدخل على كلاود واحد حيت كاليتي مزيانه والثمن رخيص حيت كنخرج شحال هادي. عندنا ابخي ستيل سيريز اليت بريزم، عندنا فوكسيونال فيه فوكسيوناليتي بزاف ما غاديش تخرج لك. انوفاسيون ديالو واعره، يعني فيه بليزيوغ انوفاسيون بالنسبه للدرايفرز ديالو. وهاد ستيل سيبيريا ستيل سيريز سيبيريا اليت بريزم، واو سميه شحال طويله. فيه كاليتي ساوند واعره، كونفورتابل بالنسبه لونغ جورني ديال الجيمين، وفيه واحد السوفتوير اللي واعر مقارنه باللي كاسكي اخرين. تقدر تبدل الكولور ديال اير كابس، يعني هذيك اللي كيدوروا بالودنين بليزيوغ كولور، هادشي مزيان. يعني كاين الدراري كيعجبهم السيتوب ديالهم تكون حمراء، حتى الكاسك يكون حمار، كولور حمار، فهمتي اكسيتيرا بالنسبه للجيمرز. دابا نباسيو للكاسك التالي هو لوجيتاك جي 430. شنو فيه؟ فيه دولبي هيدفون 7.1 سراوند ساوند، فيه لايت ويت ديزاين يعني خفيف مقارنه بالكاسك الاخرين ما كيتقلقش على راسك، وخدام بالي يو اس بي، مخدمش بالكاسك بالبور ديال الاوديو العادي. اش غنقول لكم؟ هذا كولور ديالو ازرق وماشي كل واحد كيعجبو هاد الكولور، كاين اللي كيعجبو حمار كحال على حسب السيتوب ديالو. دونك كاين اللي كيهتمو بالكولور ديال الكاسك، اللي ما كيهموش الكولور كيعجبهم كاليتي سونور، كاليتي ديال الراحه ديالو، ميكروفون اكسيتيرا. دونك كل واحد والراي ديالو، نتوما عاد تشوفوا كل حاجه شنو كيعجبكم فيها. باسو دابا بنفس الشركه وهي لوجيتيك، كما كتشوفوا عندها بليزيوغ برودوي بالنسبه لي كاسك. عندنا جي 933 ارتيميس سبيكتروم، بالنسبه لهذا الكاسك هذا من لي كاسك اللي غاليين في الثمن، ومعروف ان الكاسك سون فيل كيطيح لهم الكاليتي، مي هذا الكاليتي ديالو كتبقى هي هذيك واخا كيبقى سون فيل، وقدر الرانج ديالو با مال مقارنه بلي كاسك اخرين. وعندنا 12 اور ديال الباتري مخيره، زعما 12 اور ديال الباتري سون فيل تقيمي مع راسك 12 اور تشبع. وكاين الاخ ديالو هو لوجيتيك جي 633 ارتيميس سبيكتروم. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا يو اس بي كونيكتور، فيه الار جي بي، فيه سراوند ساوند جيمين، يعني هذا فيه سراوند ساوند ياخر ما فيه شي. وكاينه لا فيه حتى ياخر سراوند ساوند، غير شنو غتلقى ان الهيدسيت افيك فيل جي 933 سون فيل،
وجي 633 افيك فيل قاعد شي فهمتي كيبدلوا الاسماء بالمقارنه باللي فيهم فيل واللي ما فيهمش يسون فيل. عندنا سانهايزر جيم 1. هاد سانهايزر هذا كاليتي سونغواره ديزاين ديالو اوبن ديزاين يعني ديك الصوت كيخرج شي حاجه يعني تقدر تسمع اللي دايرين بيك. كاينه كلوز ديزاين واوبن ديزاين. كلوز ديزاين ما تقدرش تسمع اللي دايرين بيك، اوبن ديزاين تسمع كتسمع لونفيرونمون ديالك شنو واقع فيها، كل واحد شنو كيبريفيري. عندنا الاير كابس ديالو ما كيعرقوش يعني عندك اوبن ديزاين ما يصحطوش عليك يعني في الصيف باغ اكزومبل في الصيف كيكون شي كاسك كيصهط كيعرق الودني وما كيصلحش للصيف، هذا اوبن ديزاين وما كيخليكش تعرق بزاف. عندنا الهاي في سنهايزر ساوند، واحد التكنولوجي خاصه بسنهايزر يعني كاليتي اوديو ما تخافوش عليها. عندنا اير بادز ديالو اكس اكس ال يعني كبارين بزاف كيحاولوا يعملوا لك الراحه ديالك. عندنا الديزاين اللي ما كيعطيش مقارنه بالثمن ديالو، عاد كتشوف الثمن ديالو غالي والديزاين كتشوف الديزاين كتقول هذا كاسك ديال 200 درهم 150 درهم ما بدعوش صراحه بالنسبه للديزاين ديالو، فيه كولور سبا مال مي انا صراحه الديزاين ما عجبنيش. ممكن يكون عندكم راي اخر تقدروا تكتبوه في الكومونتير. مادنا نباسيو بلاترونيك جيم كوم 780 ستيريو، وعندنا جيم كوم 788 فيه سراوند ساوند. هاد جوج لي كاسك اللي كيكونوا كونفورتابل فيهم كاليتي سونور با مال. عندنا كونترول ما كيجيوش في الفيل مي كيجيو في وسط الاير كابس يعني كتهز يدك وكتتحكم قدام ودنك كتحكم بالصوت بالكاليتي سونور واش تاكتيفي سراوند ساوند ولا لا. هذا كاسك زعما اللي الثمن ديالو افوردابل وموجود في المغرب، كاينين في المغرب شفتهم با مال ديال لي ستورز في الحوانات كيكونوا هاد لي كاسك هادو. اون باس مانتنو تارتل بيتش اير فورس زي سين، شنو فيه هذا؟ فيه دي تي اس سراوند ساوند يعني كتشوفوا هذا الشيء هذا لي كاسك اللي فيهم سراوند ساوند كاملين 7.1 سراوند ساوند. كاينه بعض الجيمز كيستعملوا سراوند ساوند مزيان وكاينه بعض الجيمز ما كيستعملوش وكل واحد شنو كيعجبو. كاين اللي كياكتيفيو مات سراوند ساوند اللي كيكونوا كيجيميو وكي ديزاكتيفيو مش كتسمع في الموسيقى، الموسيقى احسن تسمع بلا سراوند ساوند. هذا كيخاص بالبي سي وخاصه بالموبيل. عندنا واحد الحاجه اللي واعرف هذا هو 60 مليمتر درايفرز يعني ديك الدرايفز اللي كيكونوا في الودنين ديال الكاسك يعني نقولوا حنا بيفان اللي كيكونوا في الودنين 60 مليمتر. كاينه نورمالمون كيكونوا بين 40 و 50 مي هذا 60 يعني تكون شي كاليتي واعره بزاف. عندنا بلوغ ان بلاي يو اس بي ما تحتاجش شي درايفرز والديزاين عادي ماشي شي حاجه واعره بزاف بالنسبه لهاد تورتل بيتش اير فورس زد 60. نباسيو دابا للرازر كراكن برو، واحد الكاسك اللي معروف بزاف ومشهور بزاف كاين بزاف الجيمرز عندهم. كاليتي ديالو ديال البيلد واعره يعني مصنوع مزيان ما كيتخسروش بسهوله، ستايل ديزايني واعر، ستايل فيه بليزيور كولور كولور لي خصك اللي بغيتيه شني ما كانت السيت اب ديالك غتلقى الكولور اللي خصك. بوان دي فاب ديالو ما فيهش كونترول الصوت بوتونيز دي ميوت في وسط السلك ديالو، هذا لو بوان فاب ديالو. بالنسبه للجيمين كيقضي الغرض سون بروبليم. عندنا ستيل سيري سيبيريا في جوج، عاوتاني هذا من لي كاسك اللي مشهور بالنسبه للجيمرز بوبولار بزاف بزاف. شنو البوان فور ديالو؟ كونفورتابل، ديزاين عاوتاني مستيلي يعني تقدر تعملو في الموبايل ديالك وتخرج به سون بروبليم ما يعرفوش انه هذا شي كاسك جيمرز. هذا كلوز ديزاين مقارنه باخر اللي كنا شنا اوبن ديزاين، هذا كلوز ديزاين يعني ما كتسمعش كيحاول يمنع لونفيرونمون ديالك مش كتخشع في الجيم بلاي 100%. عندنا اللايت ويت يعني خفيف وما ما كيتقالش على الراس ديالك. ديزاين ستيلي هو اللي هذا الكاسك اللي كيعجبني فيه بزاف هو الديزاين ديالو واعر وكولور حتى هما كولوريس فيه بزاف يعني عاد تلقى داكشي اللي خصك الكولور اللي خصك تلقاه تلقاه. عندنا بوغ نساليو هاد ليستا تارتل بيتش اير فورس ستيلث 450، شنو هاد الفرق بين هذا وفني اخر؟ هذا وايرلس ما فيهش سلوكه، دي دي اس راوند ساوند خاص بالجيمين فيه 15 ساعه ديال الجيم بلاي واعره بالنسبه لسون فيل وكاليتي ديالو مقارنه باخرين نقدر نقول لكم مزيانه ماشي توب توب وماشي فيبل مره، المهم مزيانه تقدر تسكالي لكم كلشي. ديزاين ما كيعجبنيش انا صراحه مي يقدر يعجبو بعض الدراري اخرين. دونك هذه كانت واحد ليستا خفيفه ظريفه اللي ماشي غاليين بزاف وماشي رخاصين بزاف يعني مويان دكام. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، كان واحد ليست خفيفه وظريفه على لي جيمين هيدسيت اللي كاين هاد الساعه باش نحاول نسهل عليكم الامور بالنسبه لاختيار الهيدسيت على حسب المميزات ديالو البري ديالو
وعاد على حسب الكاليتي اللي فيه كتشوف تينا الكاليتي اللي خصك وكتشوف الكاسك اللي كيعطيك ديك الكاليتي اللي نتينا محتاج ليها. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تقدروا تلايكيو الفيديو باش تشجعوا اكثر. نشوفوا كل ما شفت اللايك وما عرفت ان السيري خدامه مزيان، كلشي كيعجبو الفيديو تقدر تكومونتي الراي ديالك انت حيت ولا شمن كاسك كتستعمل وعجبك حتى هو. مش الدراري اذا كان شي كاسك ما تماشي يقدروا يعرفوه حتى هما الكاسك اللي باغيين. ابخي تقدر تابونا في لاشين، كليك على سبسكرايب، تروجوني باج موركو جيمر في فيسبوك، ها هي اللين ديالها في الديسكريبسيون، الليست ديال كاع لي بيريفيريك حتى هي في الديسكريبسيون ديال الفيديو. المهم خليكم فيديو سليم، تهلاو، بيس.